الوصل بالنادي الاهلي لهذه المكانه، وعلينا ان نحترم هذا الطرح. رحب بالكابتن حماد المصري. ايه كابتن حماد المصري نجم الاهلي السابق، اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن ميدو، اهلا بيك واستاذنا الحلو الجميل. وحشنا رب، وحشنا وحشنا. ما تيجي بقى تمسك رئيس اتحاد الكوره ولا حاجه بقى يا حماده؟ بقول لك مش هتدفع اللي عليك، خلي بالك. ادفع اللي عليا ده عزومه اللي حصلناش. اتهام. بص انا عليا ليك فلوس، لان انا عصامي، انا هعزمك. هاتني بس هادي بيه فهمي ونشوف اللي خلص الموضوع. كمان هادي بيه معاكم في الموضوع؟ حبيبي ان شاء الله. حبيبي وصاحبي. كابتن حماده منور الدنيا يا كابتن حماده. الله يخليك يا ميدو، ربنا يكرمك يا رب. يعني طمنا كده، احنا بنجيب نجومنا الكبار يطمنوا الجماهير الاهلاويه اللي مستنيه مباراه الاهلي والوداد وقلقانه. لا ان شاء الله باذن الله. الاهلي نادي كبير عنده خبرات كبيره، تعود على المباريات والمواقف الصعبه، والحمد لله يعني مجموعه اللعيبه فيها حصل فيها تجانس بشكل كبير مع كابتن حسام بدري، شايف جماهير واقفه معاه مستنده ومؤازره بشكل قوي جدا، اداره حزنه مؤازره برضه بشكل قوي جدا. انا كل اللي عاوزه دلوقتي يا كابتن ميدو، اللي انا شايفه ممتاز صراحه، مش عاجبني من خارج النادي الاهلي. يعني بمعنى ايه؟ الترشقات دي موجوده خاصه في النادي الاهلي. يعني احنا كلنا طول عمرنا النادي الاهلي ترشقات، الناس بتخش انتخابات. انما 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 اللي بيحصل الوقت ده مش طبيعي على النادي الاهلي. ده مؤشر صعب جدا على النادي الاهلي للاسف. صح. نمره اثنين، احنا كلنا دلوقتي عندنا هدف معين، لابد النهارده نقف شويه على موضوع الترشيحات وموضوع الانتخابات. عندنا هدف كبير جدا، يا ريت الثلاث ايام دولت يعني نصبر شويه، الاهلي عنده بطوله كبيره، يبقى في استنده جماعيه من الداخل ومن الخارج. احنا النهارده بنتمنى اللي يتولي صاحب النادي الاهلي ان يكون راجل على قدر كبير جدا من المسؤوليه. اعتقد ان الاثنين كبار ونادي الاهلي طبعا اولاده كلهم ما شاء الله على كفاءات عاليه جدا. انما يا جماعه اللي بيحصل ده حاجه جديده عند الاهلي، مش حاجه يعني، دي حاجه مستحدثه. النادي الاهلي طول عمره النهارده القوانين بتنزل، بس انا شايف التجاوزات ده ما ينفعش في قياده النادي. والله كابتن حماده، والموضوع بسيط وسهل، يعني مفيش حاجه صعبه. انا مش عارف احنا صعبنا الدنيا ووصلناها للدرجه دي ازاي. انا اتمنى من الكبار، المهندس محمود طاهر اللي هو رئيس النادي الحالي، والمرشح الكبير النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب، يبقى في جلسه. الجلسه دي لابد الاثنين يرسموا خريطه بتاعتهم، بس لابد المحافظه على هذا الكيان. انا شايف الكيان ابتدى شويه كده في خبط في الرموز وخبط في الناس اللي هي ليها احترامها ومكانتها، وده مش كويس. طبعا احنا زي ما اتفقنا عاوزين نساند الفريق بشكل قوي. النادي الاهلي النهارده بيمثل مصر، بيعمل طموحات كبيره جدا، لعيبه توصل مثلا كاس العالم، هيبقى في احتكاك جامد جدا بالنسبه للفرقه، وقوام الفريق معظمهم من لعيبه النادي الاهلي. فانا شايف النهارده تركيزنا يبقى على المباراه. بشكر الكابتن محمود الخطيب اللي هو انا سامع ان هو هيسافر يقابل الاهلي في المغرب، ودي خطوه طيبه وخطوه كبيره للنجم الكبير، بوجود طبعا المهندس المحترم محمود طاهر. وده نادي الاهلي يا جماعه، هو ده نادي الاهلي. والله يا كابتن حماده حلو الخبر ده، فعلا دي حقيقه. بصراحه يا كابتن حماده انا مش هسالك في حاجه اكتر من كده، انت اتكلمت كلام يعني اختصرت كلام كتير جدا يعني. ربنا يخليك، وشكرا على المداخله الجميله دي، وشكرا على كلامك اللي هو في الجول كابتن. انا والله العظيم وانا جاي قلت انا عايز ادعو كابتن محمود الخطيب ان هو يسافر المغرب. ايه المشكله انت تسافر للفريق بتاعك؟ بص، هو الخطيب قيمه ما حدش يقدر يعني يقلل منها بطريقه او باخرى. خلينا مبسوطين، هو كل ما هناك وخلي بالك جمعيه النادي الاهلي الجمعيه العموميه مش غير قابله للحد